الملايين يعيشون في خطر. الجفاف والفقر يهددان حياتهم. الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم. زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. روحك أمانة، البس الكمامة. عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار. عشان رضا الوالدين عقم الإيدين. عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين. عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا جمال الصحة. نتحدث في هذا البرنامج عن أمور بتهم صحتكم، بتهم صحة أولادكم. إن شاء الله بتمنى لكم دائما في كل مجالاتنا لكم الصحة والعافية والسعادة. طبعا الشغل الشاغل الآن الكل بيحكي عنه، اللي هو الكوفيد فاكسين. الكوفيد فاكسين هل نأخده ما نأخده؟ شو أثاره ما أثاره؟ هل في تشيب ما في تشيب؟ هل في ضفادع؟ يعني مليون ألف حجة وفرجة عم بيطلعونا إياها عشان يوقفونا من أخذ هذا الفاكسين. قبل سنة إذا كنا بنتذكر كنا نحكي إنه نهاية هذا التونل أو نهاية هذه المأساة هو إن شاء الله إنه نحصل على الفاكسين. لما إجى الفاكسين بدأت النظريات تطلع، عشان هيك حبينا نسمع من أهل العلم. العلم يا جماعة هو الشيء الوحيد اللي بيكون الفاصل في هاي الأمور. يعني خلينا نسمع من أهل العلم، خلينا نسمع من الناس اللي فعلا بدرسوا هذا الشيء عن دراسة وعن علم. عشان هيك اليوم معي وأتشرف بوجود الزميلة والأخت الدكتورة لبنى فواز. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيكم، السلام عليكم. دكتورة بس عشان نعرف الناس فيك، أنت دكتورة صيدلانية بتباشري عملك في مدينة أوتوا. أنا هحط عنوان الصيدلية إذا في حدا حابب يروح على الصيدلية برضه يأخذ أي استشارة أو عنده أي أدوية بده إياها، أكيد الدكتورة رح تعطيكو أفضل استشارة وأفضل أسعار في الماركت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم دكتورة. سؤال يطرحه الجميع عن موضوع المطعوم، أوكي؟ خلينا نبدأ في هذه المطاعيم. إيش هي المطاعيم التي تمت؟ إحنا عارفين في مطاعيم كتيرة، في حوالي 6 مطاعيم الآن أو 5 حسب الدول اللي أنتجتها، لكن المطاعيم اللي عملت لها بروف كندا هذا اللي بهمنا، لأنه غيرها ما حنأخذ. هلا هنين في 2 لقاح، هو الفايزر مثل ما نحن كلنا عارفين والمودرنا، هول 2 اللي هنين أبروفد هلا بكندا. هلا في 2 تانيين جايين عم بيقولوا لاخر الصيفيه بتقريبا جولاي، الاسترازينيكا والجونسون جونسون، احتمال بهالوقت ناطرين هلا الابروفال بلشوا فيهم بكندا. هول من كندا وناطرين البندين، يعني ناطرين بس الابروفال، بس مبينين لمن هلا لجولاي ان شاء الله بنكون سمعنا شيء منهم. بيرفكت. إذا الآن اللي أبروفد، لو تعطينا بس لمحة بسيطة عن الفرق بين خاصة الاثنين اللي أبروفد في كندا اللي هم موديرنا وفايزر. الفايزر ما فاكسين هنين 2 دوسز، يعني بدك تاخديهم باثنين. أول واحدة بدك تاخديها بعد منها بأسبوعين بدك تاخدي فاكسين تاني. فالفرق بيناتهم انه الفايزر انه اكثر مطارح بيقدروا ياخذوهم بالمستشفيات، فهلا وقتيا عم يعطوا اللي بيشتغلوا بالمستشفيات الحكمة والنرستات والهول الهاي ريسك بنسبه بقلب المستشفى. فلانه انه بالمستقبل لازم يكونوا مفرزين
تحت 70 تحت الصفر. هي الفرق بين الفايزر والمودرنا. المودرنا بدو 20 تحت الصفر، ففيهم يدبروا فريزات إنه برا أما بالنسبة غير المستشفيات لا يقدروا أما يحطون بقلبهم، ولكن صعب كتير وغالي كتير الفريزة، يعني بكلف كتير الدولة، عشان هيك بس بالمستشفيات بالنسبة للفايزر فاكسين، وهول أكثر شيء اللي عم يستعملوها بالفيز وان. هن ثلاث فيزز بالنسبة للفاكسينز. والمودرنا أما تاني شوت الإبرة التاني اللي بتاخديها اللقاح هن إبرتين، أول واحدة وبعد منها بثلاث أسابيع تاخد المودرنا. إذا كلاهما تو دوز، لكن الفرق في الوقت اللي بين الدوزز، وفي فرق كمان بنسبة التبريد بين مودرنا وفايزر. مظبوط. أوكي دكتورة، طبعا أنت حكيتي عن الوقت لفايزر، لكن كان في بعض الكلام من الحكومة إنه up to 42 days between الجرعة الأولى والجرعة الثانية. إيه أولا هن لما درسوها عملوها إنه بالنسبة هالمدة، ولكن هلا عشان صار في shortages شافوا إنه بتقدر تنتظر up to مثل ما قلت 6 weeks مع 6 أسابيع 42 days. أما بيناتهم برضو بيكون برضو 94% effective. هلا هي مش 94-95% effective لتاخد السكند دوس. السكند دوس مهم كتير بالنسبة لتقوي المناعة أكتر، لتقدر تداين أكتر بالمناعة بالجسم. إذا الإفكت الحقيقي بيطلع بعد السكند دوس. مظبوط. أوكي. طيب في سؤال مهم جدا يمكن بيسألوا الناس. ليش الصيدليات، وانت حكيت شوية بس لو توضحي أكثر، ليش الصيدليات ما بيقدروا يسووا هذا الفاكسين زي مثلا فلو شوت؟ من قالك مش راح نسوي؟ إن شاء الله جاية. أما اليوم أصلا لقيت المعلومات إنه الصيادلي حيكونوا يعطوا الفاكسين. حلو. ولكن أينتام أما حيبلش بآخر فيز 2. لا اشرح لك شوي عن فيز 1 و 2 و 3 عشان كنت عم تفهموا شو قصدي فيز 1 و 2 و 3. اما اول مرحله هو الفيز 1، يعني بلشوا بالفايزر فاكسين، ناطرين يجوا بعد. اول شيء شو كانوا عم بيساووا؟ كانوا عم يعطوا 2 دوز للشخص. يعني انا افتراضا بلشوا فيي وانت لا، انا لازم اخذ 2 بعدين ببلشوا فيك. افتراض أنا وأنا وياك عم نشتغل بالمستشفى، ولكن لما صار في نقص فاكسينات هلا they saved إنه تاني دوز، أما أنت ما عادش تاخد الدوز التاني، بتنطر لكلهم ياخدوا الفيرست دوز. هلا أول شيء ببلشوا بالمستشفيات النورسات والحكمة كلهم بيشتغلوا بيسموهم الهيلث كير وركرز بقلب المستشفى. هيدي بالنسبة للفيز 1. بعدين ببلشوا الفيز 2 لما بيوصل مثل السيادلي كلهم أكثر شيء بالكوميونيتي، يعني برا اللي بيشتغلوا، أما الممرضين اللي بيشتغلوا برا والحكمة اللي بيشتغلوا بقلب الكلينيك، يعني مش بالمستشفى اللي عنده عياته، والنرسات اللي بيشتغلوا كمان بالعيادات برا، وحتى هول دار المشردين كمان بالفيز 2 والمعلمات، يعني كل اللي هو الاسينشال وركرز بيكونوا بالفيز 2. اوكي البيوت العجزه، بيوت كبار السن باي فيز؟ هيدا بفيز 1. اوكي، لانه هاي صار عليها جدل كبير. نعم عفوا، مزبوط. المستشفيات والدار العجزه هون بفيز 1، واللي بيشتغلوا فيها واللي والريزيدنتس كمان، يعني اللي بيناموا فيها هون كمان بفيز 1. انا بس معلش دكتوره بدي اقاطعك، الموضوع بيوت العجزة يعني هذا من أكثر الأماكن للأسف اللي عم تصاب الآن في الكوفيد، وعشان هيك عم بيحاولوا إنه يعطوهم يسرعوا في إعطائهم الفاكسين، خاصة إنه كتير منهم عم بتوفى للأسف. في حوالي 600 كبير سن توفى في ديسمبر 2020 في أنتاريو فقط، فهذا رقم كبير، ويعني الله يرحمهم جميعا. فان شاء الله بنقدر يعني كل يوم اسرع ممكن نحفظ ارواح اكثر. تفضلي دكتوره.
مزبوط، مثل ما قلت. وكمان انه عن جد اذا صارت في حاله عم بيأثر على الكل اللونج تيرم، يعني بالكل اللي عايشين بقلبها. صارت كذا لونج تيرم كير هوم، الدار العجزه، انه كلهم كانوا عندهم كوفيد، فمنهم يعني كانوا اذا كانوا شيء 20 ستاف كانوا عندهم كوفيد بالماضي. فعشان هيك قالوا اما يبلشوا فيز 1 هول بيسموهم الهاي ريسك، الأهم من كل شيء بيصير فيه أنه أكتر حالات يبلشوا فيهم. بعدين الأسنشال ووركرز هولي بيشتغلوا مثل معلمات والصيادلة برا والحكمة برا بالعيادات، وحتى بالمطاعم، يعني كل شيء بتعاملوا مع الناس. فهولي بيسمون أسنشال ووركرز هولي فيس 2. ومتى بيبلش فيس 2؟ بيبلش فيس 2 بمارتش. اوكي. مارتش، ابريل، ماي، جون، حنكون بعدنا بفيز 2 لجولاي. بفيز 3 هو باغست. فيز 3 ببلشوا قالوا مش رح يخصبوا حدا، هلا مثل ما بيقولوا انه اللي حابب ياخذ الفاكسين بفيز 3. فلتيجي للببليك، يعني لبرا لكل واحد يقدر ياخد الفاكسين مش قبل أغسطس. أوكي. وهذه نقطة مهمة دكتورة، إنه أغسطس وبعدها بدأ الكل مسموح له ياخد إذا هو بده. مسبوط. يعني ما في ماندوتوري لحد الآن، ما في أي إشي ماندوتوري. لحد الآن نو. هلا بالمينستري نو دي كلها بيقولوا حسب البلان لإلون it's not mandatory. It's up to you. وهم تركوها برضو لمشغلين العمل، يعني مثلا انت بتشتغل في مستشفى، اتوقع انه المستشفى راح تطلب منك او تجبرك انك تاخده لانه هذا اشي essential صار. مظبوط. تركوها لمشغلين. يب. اوكي. طيب ممتاز. اذا الفيزز الثلاثة شرحتنا اياهم الدكتورة لبنى بشرح وافي، ان شاء الله يكون واضح متى كل واحد حيستطيع انه ياخد، بيعتمد على المكان. طيب انت حكيت دكتورة انه راح يصير الاماكن اكثر والصيادلة راح يقدروا يعطوها، لكن السؤال متى حيصير هذا الكلام؟ يعني اوكي، عشان هيك شرحت عن الفيز 1 و2 والثالث، عشان الصيادلة حيبلشوا يلعبوا دور باخر فيز 2. يعني اخر فيز 2 عم نشوف بين جولاي وجون وجولاي هونيك، يعني ان شاء الله بالصيفيه حيبلشوا، اللي هو لما بتصير للببليك للكل. يعني للببليك ايه. سو هلا وقتيا عم يعملوا عم يدرسوها بتورونتو، عم يدرسوها بتورونتو هلا وقتيا يعني. فعم يعملوا مثل البايلوت. نعم. فاللي حبيت اقول لك انه متوقعين باول فيز مثل وقتي هلا بمارتش 2.2 مليون من الفاكسين يوصلوا لنا، مليون ونص من فايزر، والمودرنا 750,000. اما والفيز 2 يعني عم نطلع بين مارتش ابريل ماي وهيدا 7.7 مليون. اوكي. و17.5 مليون بأغسطس إن شاء الله إذا الله بريد. إن شاء الله. طبعاً يا جماعة اقسموا العدد هذا على 2، لأنه كل واحد بده جرعتين. فإذا المستكتر الرقم، لا الرقم لسه ممكن ما خلص عدد السكان، لأنه إحنا 38 مليون إذا الكل أخذ طبعاً. بدنا 72 مليون جرعة. طيب دكتورة، هل عندك أي معلومات هذه الجرعات هل سيتم إعطائها سنويا أو كل سنتين؟ هلا آخر دراسات عم بيقولوا إنه مش مفهوم على الزبط إذا حتكون مثل الفلو شوت بدك كل سنة، ولكن اللي بيّن هلا اللي أخذ الافتراضة مش سنة الماضي بلش بجانيوري وفبروري، فمنه كان عندهم كورونا،
لقوا إنه على أساس مفكرين 5 أشهر بيكون في الأنتيباريز مناعة، هلا عم بلاقوا المناعة صار يعني لايقين أكتر من تقريبا سنة، عم بقولوا يمكن أكتر من سنة. فإف that's the case احتمال إنه maybe every 2 years، بس بعدهم مش عارفين على الزبط إذا مثل الفلو شوت إنه كل سنة بتصير بدك. ولكن الفرق بين هو الفلو شوت، الفلو شوت أما بسرعة إنه replicates وبصير mutated إنه بيغير الفيروس أكتر من الكورونا، فلهالسبب عم بيفكروا يمكن كورونا داين لسنتين. أوكي إن شاء الله. طب دكتورة سمعنا كتير يعني قبل ما ندخل في الأسئلة الأكثر عمقا، بس سمعنا كتير عن UK variants، South Africa variants، كل هذا، هل هذا بيخوفنا زيادة ولا الشركات عم تحكي إنه اللقاح تبعهم آمن بالنسبة لهذه؟ لا صراحة إنه بيخوف شوي، عشان هنن كان في some concerns بالنسبة للقاح. اللقاح بيّن استعملوا نفس اللقاح بالنسبة ل بساوث أفريقيا في إنه مناعة، بس مش مثل ال whole strain التانين. أوكي. فكان شوية إنه فيها حابين يدرسوها أكتر، بس هاي اللي هي الشيء اللي بيّنت من جديد إنه no there is a concern، عشان هيك بدهن كل واحد برضو to keep the distancing و continue the masking كرمال كمان هالأسباب إنه فيها efficacy يعني، بس مش مثل ال strains اللي هن already درسينا. طبعا انا من اليوم بدي اذكر الجميع انه الوقايه من هذا الفيروس هي ليست فقط لكبار السن او ليست حمايه كبار السن، بل حمايه الجميع. قبل عده ايام توفي احد ابناء الجاليه العربيه في كندا في مدينه لندن انتاريو، عمره 19 سنة يا جماعة، 19 سنة، he's young يعني شاب، صحته كويسة، كل شيء تمام، ولكن للأسف كان فيروس الكوفيد جدا قاسي عليه، والله يرحمه طبعا، نتمنى له الرحمة ونتمنى لأهله الصبر والسلوان، ولكن هاي تذكرة لنا ولأبنائنا إنه ننتبه، هذه مش لعبة يا جماعة. الناس اللي عم بتموت الله لا يفقد أحد، ولا تشوفوا هذه الحسرة اللي في قلب أمه ولا قلب أبوه، هلا هربوا من الحرب وويلات اللجوء من سوريا، اجوا هون على أنه أمان، وسبحان الله كانت وداعته. شاب جميل رائع، عز شبابه فقدناه، فانتبهوا انتبهوا انتبهوا، خاصة هاي الرسالة للشباب، ما تستهينوا بهذا الفيروس. أنا معك دكتور، يعني حتى بشغلة بشوف شباب انصابوا كتير، انأذوا يعني، فاتوا بالمستشفيات شباب أصغر وأكبر من هالسن وكانوا بالمستشفى لفترة بالعناية. يعني مثل ما قلت إنه مش بس هيدا الفيروس، مش بس صراحة أول ما بلشت كل حتى الأطباء وبالمستشفيات والدراسات أول شي فكروا أكتر ناس بينأذى منا هو الكبار بالسن أو اللي عنده ما تنقول إذا مريض بالضغط ولا السكري ولا مهم عنده إنه مريض بشي، فهمت علي؟ ففكروا إنه أكتر شي هن أو الكبير بالسن هو اللي بيتأذى من هيدا. ولكن كتير ناس هون ولا بكندا بأمريكا لبنان وبرات بلادنا كتير بيسنا، وحتى يعني صراحة أنا واحدة منهم، أنا سابني الكورونا الحمد لله لما كنت مسافرة، يعني صراحة كتير كتير لعمري بتقول وما عندي any medical condition، very healthy يعني كتير active، إنه ما بعد قد ما active. ولكن يعني عن جد يعني هيك كمان اللي كنت حابة أحكي فيها،
بيساعد كتير اشياء لازم تاخد، بس عن جد كتير كتير انعزات. ألف سلام عليك دكتور. فهي مش شيء انه واحد لازم يستهزئها او يفكر انه انا ام هيلثي. انا used to think this way، فهمت علي؟ كنت فكر اوكي انا هيلثي بريستن يمكن ما تأذيني، ولكن لا، انا لو يمكن ما علاجت حالي بكذا اشياء ان شاء الله بشرح لكم اياها، حسيت يمكن ما بعرف شو كان صار. الحمد لله على سلامتك. بعيد الشر بعيد الشر. طيب خلينا نرجع للكوفيد للكوفيد فاكسين او اللقاح. في ناس بيحكوا في اثار جانبيه بعد الجرعه الاولى، وفي ناس بيحكوا في اثار جانبيه بعد الجرعه الثانيه. لو تحكي للناس شو هي الاثار الجانبيه اللي ممكن يشهدوها بعد الجرعه الاولى وما هي بعد الجرعه الثانيه؟ صراحة أنا كمان بعرف ناس أخذوا اللقاح من الدكاترة، في كتير قالوا لي أهوى من الفلو شوت، ما صار عندهم شيء. وفي ناس يعني إذا صار عندك إنه السايد افكت، تعرف مطرح ما بيعطوك الإبرة إنه بيكون في حمار وجع أو شوية إذا عندك let's say fever حرارة وانحطاط مثل شوي الفلو بس أخف من الفلو. هيدا أكتر شيء شافه لهلأ. هلأ ميطلع إشاعات إنه هيدا مات منه، لا هاي الشيء مش مزبوط. كنت عم بجرب فتش بكل المعلومات لأقدر أشوف إذا حدا سابه شيء بالفاكسين. يعني لما بقول سابه شيء يعني serious side effect، ما صار هالشيء. ما حدا مات لا من الفاكسين مثل ما عم يحكوا شيء غلط. اما اكثر شيء اللي ما صار في سيريوس سايد افكتس لحد الان. طب السايد افكتس اكثر شيء عم بتصير بعد الجرعه الاولى ولا الثانيه دكتور؟ لا الثانيه. اوكي بعد الثانيه. وزي ما حكيتي most of the people ما بيصير عندهم، عدد قليل بيصير عندهم زي اكنه مصاب برشح هيك فلو، تعب شوية مفاصل. وعدد أكبر يمكن شوية أصعب بس كله بتعافى تقريبا. أوكي ممتاز. بس في كلام كان بيحكوا عن العقم عند الرجال والنساء إنه بزيد العقم وبصيب مشاكل في الجهاز التناسلي، هل هذا صحيح؟ أنت عم تحكي عن أستل فريتيليتي مش هيك؟ لا هي أما مزبوط كان في ناس هيدا بالسوشيال ميديا كانوا عم يحكوا إنه أنا I'm concerned إن بلشوا كذا نساء عم بقولوا إنه أوه هيدا الفلو فاكسين بيخلي هالشي إنه ما يأثر على الفريتيليتي. ولكن ليش السبب قالوا هالشي؟ عشان هي الفاكسين هو عبارة عن messenger RNA، هو كود. الكود تعمل كوبي للكورونا، بروتين من الكورونا مش الفيروس كله. عشان هيك بس تاخد اللقاح ما بتسيبك مثل كأنك عندك كورونا السايد افكت، ما بتسيبك هيك عوارض. ليش؟ عشان انه مش اكتف الفيروس، فتعمل كود بالهيدا البروتين. أما اللي اسمه السبايك كوفيد 19 سبايك، فأنا بقوله البروتين للبلاسنتا to keep it healthy للبلاسنتا، هو البلاسنتا I think بقوله للمشيمة. المشيمة أوكي. فال بيشبهوا بعض، يعني كأنه بيصير في إذا تيجي الأنتي بوديز wants to attack هيدا البروتين تبع الكورونا، بيفكرها إنه بركي فكر البروتين تبع البلاسنتا إنه نفس الشيء، فهمت علي؟ إنه it will attack it so that بيصير معش healthy placenta فبيأثر على الفرتيليتي. بس لقوا هالشيء قالوا طيب إذا هيدا الشيء مزبوط، ما انت اي مرأة اخذت صعبة كورونا مش لازم تحبل لك. صحيح. انه المرأة اللي سابة كورونا عم تحبل عادي، ما صار لها شيء. عشان ما هي نفس السبايك بروتين
الانتي بوديز اللي لك ما انت عم تعمل مناعه كمان على الكورونا اللي اخذته. ليش الكورونا ما قارت السبايك بروتين مثل الكورونا على الكورونا مش هيك؟ طيب تيجي تعمل مناعه ضدها ما حتفكر البلاسنتا نفس الشيء، ليش ما صارت باللي عندهم كوفيد؟ قالوا مش مزبوطه. طيب فقالوا الدراسات اللي هو انه مش مزبوطه ما بتاثر على الفيرتيليتي لا الرجال ولا النساء. كويس، وهذا هذا مهم جدا لانه في ناس كانوا متخوفين في الموضوع، وللعلم الاشاعات بتطلع كثيره اكثر من الحقائق، فانتبهوا منها يا جماعه. في كثير مس انفورميشنز. يا رايت. طبعا سؤال دكتوره، مين يستطيع، من الذي يستطيع ان ياخذ هذا الفاكسين؟ هاي كل واحد ممكن ياخذه، كبير صغير، شاب، مره، رجل، حامل، مرضع؟ يعني هاي السؤال كتير عن جد منيح، عشان هنن أكتر شيء من 16 وطالع، لتحت الستاش مش ضروري ومش درسينا فيهم كتير هني، عشان أول ما بلشوا فيها تعرف أول شيء لتحت الستاش ما عندهم كتير عوارض، فالستوديز كانوا أكتر شيء from 16 and up. وكمان ما درسوهن الفيز، هن عدة مراحل دراسة. The third phase من الفاكسين الفايزر والمودرنا ما درسوهم بالpregnancy بالحبل ولا بالرضاعة. فهن شو بيقولوا إنه أوكي هول ما ياخدوا الفاكسين، ولكن كمان كل شيء بالحياة حتى الدواء، بدك تاخد دواء إله عوارض، كل شيء له عوارض، بس أنت بتطلع هل العوارض لإله أقوى، إنه حسناته أحسن من العوارض، هون بدك تشوف. فقالوا إذا أنت كمان رح حبلة نقول افتراضاً كنت بمطرحة إنه كلهم عندهم كورونا واحتمال كبير تصير عندها وهي عندها لو المناعة اللي قلها بالمرة، بهالحالة لا تخدها. فهمت علي؟ يعني it's the benefit versus a risk. بالنسبة ميزان الميزان انه هل افضل لي انا اخدها، هيدا هو السؤال. بس انه عشان مش درسينا في هون بالثالث فيز انه they don't مش ضروري ياخدوها، بس الشخص اللي انا بالذات وكمان الدولة بتقول هالشي انه I do not recommend it، هو اللي عنده autoimmune disease. اما it worsens the condition. فإتس نوت ريكومندد اللي عندهم اوتو اميون ديزيز. واضح. طب دكتور بنقدر ناخده مع باكسين اخر؟ ال قصدك غير اول شيء هون الاثنين بس لهلا ذير ابروفد هون. اوكي. يعني اذا اخذ واحد هل بكفي، ولا اذا انا مثلا رحت على الصين او رحت على روسيا هل لازم اخذ الروسي غاد ولا ما في داعي؟ صراحه ان قصدك اذا كان وحده حبله او هوله ولا yes. اذا اوتو اميون كلهم ما بياخذون ايش ما خاص كلهم، بس الحبل انه بتطلع حالي حسب مثل اذا انا بعرف حالي ماي اميون سيستم از ريلي ريلي باد، وانا هلا تنقول افتراضا عايش بمطرحه كلها كوفيد ايه بخدها لو حبله. اوكي دكتوره، في عندي اسئله عن الحمايه وحالات الاصابه، بس حنرجع احنا وياك ويا جمهورنا العزيز بعد هذا الفاصل السريع، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل، وإن شاء الله حنكمل مع الدكتورة لبنى، بس بدي أذكركم بهذا البرنامج اللي شفتوا دعايته هلأ اللي هو موهوب العرب من كندا،
وأمريكا، يبث كل يوم جمعة على كنار تي في، تابعونه إن شاء الله تجدوا مواهب رائعة وبتشاهدوها على بس على كنار تي في. معنا الدكتورة لبنى. الدكتورة لبنى هي صيدلانية بمدينة أوتوا. في دكتورة، قبل ما أسألك السؤال، في كومنت رائع، طبعا هذا عنوان الصيدلية اللي بتشتغل فيها الدكتورة، اللي حابب يروح أكيد حتساعده وحتعطيه الأدفايس اللي بيحتاجه. زينب بتحكي إنه دكتورة لبنى she's the best in the society helping a lot of patients and educate people. أنا عرفت عن الدكتورة لبنى، عملت زوم ميتينج لبعض السيدات educate them عن الموضوع الكوفيد. Thanks for her efforts. طبعا احنا بنشكرها جزيلا اول اشي على انها وافقت تطلع معنا وعلى اللي بتعمله في الكوميونتي. شكرا دكتورة، تكرموا، يعني هيدا من وش بيتي، that's the least I can do. الله يعطيك العافية دكتورة. هل في عندك اي اشي بتحب تضيفيه على موضوع الفاكسين قبل ما نروح للمواضيع اللي بعدها؟ yeah. ما حبيت لكم انه عشان ما تنسوا هلا نحن كمان بالفلو سيزن، ففي منهم بيكونوا عم ياخذوا الفلو فاكسين. اذا اخذت الفلو فاكسين اليوم ما فيك قبل 14 يوم لتاخذ الكوفيد، بدك تترك 14 يوم بيناتهم. ولكن اذا اخذت الكوفيد فاكسين ما فيك تاخذ اني اذر فاكسين، خصوصا اذا بدك تسافر تن اول بدك تاخذ الهيبتايتس ولا غيرهم، ما فيك تاخذ لو اكتيف ولا ان اكتيف فاكسين بعد الثاني سنه جرعه، يعني 28 days apart. Yes. 28 no. days فرق بيناتهم بعد after the second dose مش the first، the second dose. بما معناه قبله باسبوعين ثلاث مش لازم تاخذ، وبعده باسبوعين ثلاث مش لازم تاخذ. بعد ال بعد 28 days يعني 4 أسابيع بعد السكند دوس، يعني السكند جرعة من الكوفيد ما فيك تاخد فاكسين لبعدها. لا يعني هاي الفترة اللي الجسم بيبدأ يسوي فيها المناعة تبعته، فلازم يكون ما تضعفه مرة تانية بفاكسين آخر وتخلط. بالمختصر دكتورة، نصيحتك على موضوع الفاكسين، النصيحة تبعتك، هل الناس تتوجه لأخذه عند الوقت المناسب، طبعا عندما تسمح الحكومة بذلك؟ صراحة إنه بعرف كان في كتير إشاعات بالنسبة للشيب ما تشيب وهالقصص، ولكن حسب كتير عم بحكي مع حكمة وهيك شيء، هل ترى هاي الشيء مزبوط؟ هل ترى هالشي possible أو هيك شيء؟ بعني ما لقيت حكيم بيقول لي إنه it's possible أو شيء، عشان هيدا الشيء اللي أكتر شيء أنا بعرف هيدا الشيء اللي أكتر شيء يمكن خايفين العالم منه، وما هون حق إنه يخافوا من هالشيء إذا كان هالشيء إنه إشاعات مزبوطة. ولكن إنه مثل ما عم بسمع من الحكمة كدراسات وهيك شيء إنه it's not possible، فهمت علي؟ سو أنا شيل هيدا الموضوع نحطه على جنب، بس تنطلع الفاكسين itself ما خاصة بهالموضوع، إنه إذا بس كفاكسين هو كذاته مش لازم تخاف كقصة إنه side effects العوارض، إذا هيدا هو السبب إنه لا لازم تاخده. عوارضها كل شيء بالحياة له عوارض. هلا أنا إذا أجيت بحكيك عن أدفيل ولا تايلانول بيجي بحط العوارض له، صراحة إنه في كتير عوارض له يمكن حتى على أكتر من الفاكسين، فهمت علي؟ بس مش معناتها حيصير. وشغلة تانية إنه المهم كتير بالنسبة للفاكسين، كتير مهم، وبفتكر هيدا هو السبب لأكترية العالم إنه أكترية الدولة إنه ليش طيب إذا في علاج في غير إشياء إنه يمكن ليش ما طلعوا فيها بس بدهم فاكسين، عشان لهي السبب اللي بدي أقول لك إياها. سبب أساسه هو الفاكسين لنوصل شيء اسمه herd immunity، مناعة القطيع، يعني إيه. فلنوصل لهون 70% من الpopulation كلها should be taking the vaccine.
حاعطيكم مثل، حاخذ بس اتوا اتوا ان كنا تنقول، مش راح اقول مليون عالم بيقولوا البوبوليشن باتوا، بدنا 700,000 من المليون ياخذوا الفاكسين، حتى ال 300,000 التانيين ما اخذوا الفاكسين يكونوا بروتكتد through herd immunity. فنحن لنوصل هال 700,000 مش لازم واحد يخاف قصتي للسايد افكت. بعرف انه عملوها اول شيء، حتى انا كنت واحد من هول يقول بس عن جد كتير سرعوا فيها للفاكسين، بس بعدين لما كتير قريت انه قديش ليش انه سرعوا فيها، انه كل الليتريتشو اخذوا من زمانات، ما هي المسنجر ار ان اي صحيح هو اول فاكسين بيعملوها من المسنجر ار ان اي، بس كانوا درسينا من فوق العشر سنين من 2013 و15، بس ما قدروا يعملوها عشان بتكلف مصاري. هي more expensive عشان هيك ما كانوا يعملون، بس هلا عشان كانوا مضطرين انه حتى وصار عندهم انه مو شو بيقولوا انه واحد يجي لهم grant فقدروا انه ليصنعوهم. زي موديرنا، موديرنا اول منتج بتطلع هو بسبب الجرانت اللي اعطته الحكومه الامريكيه. مسعود في سؤالين لك دكتوره، في سؤالين. واحد من بشرة بقول لك اللي عم نسمعه كتير بالنسبه لانه اللقاح غير الاعراض الجانبيه العاديه، كتار عم يقولوا انه اللقاح بيعمل اضطرابات جينيه او تغيير في الحمض النووي للبشر او تسجيل بيانات الجسم وما الى ذلك. ما هيدي عشان انه جاي من قصه التشيب، انه النانو تشيب. بس ايه، بس انا هيدي الشيء صراحه بهيدا الموضوع ما فيني اقول لك شيء. ممكن اجاوب دكتوره؟ نعم ممكن اجاوبهم. ايه اوكي. الجماعه الام ار ان اي هو ماسنجر، يعني زي هاي الرسالة توصلك على البيت، رسالة عادية فيها جواها information. أوكي، أنت بتفتحها وبتقرأ اللي فيها وبعد ما تخلصها بتمزعها، وهذا اللي بيصير. ايه عفوا مزبوط، هيدا بطريقة كيف تشتغل فاكسين، هو اللي عم تشرح لهم اياه مزبوط. فهو ما بدخل هذا الفاكسين، ما بدخل على ال دي ان اي تبع الجسم، فما بغير في الدي ان اي تبع الجسم، هو اللي بيصير بدخل برا الخليه، جوا الخليه بس ما بدخل على النواه، بالبلازما هاي اللي بسموها اذا بتتذكروا، النواه جوا وحواليها هيك مي سائل، هو بدخل غاد بيعطي الرساله هاي، الجسم بيصير يكون اجسام مضاده خلص هاي الرسالة بتمزعها وبطل له أي أثر في الجسم، بضل مش موجود. فهاي هي الـ mRNA technology اللي بقول لك بغير في الحمض النووي والدي ان اي، وزي ما حكت الدكتورة يعني كلها إشاعات هاي. إذا مزبوط، إذا بدك تيجي حسب الـ mechanism of action إنه كيف بيشتغل الفاكسين، إنه ما بتزبط. يب. طيب السؤال اللي بعده دكتورة من عبير بتقول لك إذا أنا تحكي عن حالها ما أخذت اللقاح واختلطت مع ناس عم يأخذوا اللقاح، يعني الآن عم بأخذوا اللقاح وبلشت عليهم عوارض خفيفة، ممكن أنعدى منهم بالكوفيد؟ لا، أنت العوارض هن اللي عندهم، عم تحكي عن عوارض اللقاح عشان اللقاح مش اكتف فاكسين. يب. هم ما عندهم كوفيد صح؟ نو ما عندهم كوفيد، they only هي مثل ما انت انه كيف بتعمل كوبي اوف، بس كيف ببين تنقول هيدا اللي حكيت عنه السبايك بروتين اللي موجوده بالكوفيد، بتعمل كوبي عنه بس مش انه مش كوفيد، you're not injected with كوفيد. أنا بدي أقربه شوية للجمهور دكتورة. أحياناً بدنا نسوي طبخة، إحنا نطبخ طبخة نجيب شغلات اسمها flavor، يعني هي مثلاً مش الجوافة، هي
أصنص بطعم الجوافة، بنحطه على الأكل بعطي طعم للحلو بطعم الجوافة أو بطعم البرتقال. هو ليس النبتة نفسها ولكن الطعم مستخلص منها، وهذا نفس الإشي استخلصوا من الفيروس البروتين اللي الجسم بيقدر يشتغل عليه، بس مش الفيروس نفسه، لأنه هاي التكنولوجي تختلف عن تكنولوجي الفلو شوت اللي بنأخذها. صح دكتورة؟ مظبوط. ممتاز. هاي أول مرة يعني بينزلوها بهالطريقة بالمسنجر آر إن إي، مش أكتف يعني، عشان هيك ما بيصير عندك يعني ما بيضرك، عشانه it's not an active، ما أتوك الفيروس الكورونا ما أخده، بس أخده كيف الشكل الموليكول اللي إلها، كيف البروتين سبايك باين تعمل كوبي عليها، عشان شو بس تيجي الكورونا بالمستقبل لعندك جسمك تعمل الانتي باريز بتقول في عندك memory cells بتتذكرها، بتقول لك I remember this، أخدت إنه ما بس تجي هالشي أنا أشب ميك أنتي باديز وبلش اشتغل شغلته. صحيح. طيب دكتورة في عندي سؤال أنا بنتقد فيه يعني كل الجهات الحكومية اللي بتحاول دائما تحكي عن الحماية والوقاية من هذا الفيروس، دائما بيحكوا لنا التباعد الاجتماعي social distancing، غسل الإيدين، الكمامة، وبوقفوا بنسوا جهاز المناعة اللي هو أكبر وأهم شيء عشان نقدر نحمي جسمنا من الكوفيد. لو تحدثينا عن جهاز المناعة شوي وكيف ممكن نقويه دكتورة؟ سؤال عن جد كتير عظيم، مثل ما قلت أمرات بننسى، وحتى أنا واحد منهم يعني بمشي أمرات بالشغلة، تعرف بنلتهي بالشغل، بنلتهي بالأشياء اللي حوالينا وننسى إنه في أشياء عن جد كتير مفيد، خصوصا هلأ نحن اللي فيها بعد الكوفيد. وحتى يعني أنا حقلكم بأشياء باب العلم، ويعني فيها literature that shows إنه منيحة للكورونا مش بس بس للمناعة، وفي شغلات تانية وحتى مستعملوها بدول هون وحتى برا على أكتر من هون. فحبيت أحكي أول شيء عن الأعشاب والفيتامينات، وفعلا بالكورونا إنه ما بدنا نستهزئ إنه أكلنا والإيميون سيستم، because كل شيء يتبط الإيميون سيستم المناعة. فبس حبيت لكم انه هلا حتى اذا قبل هاي الشيء بدي فهمكم انه مش بس للبريفنشن، حتى اذا واحد مريض اذا ما كان عم ياخذهم من هلا ومفروض يكون هلا عم ياخذهم، خصوصا بهذا الوقت اللي نحن وصلنا له. الزنك واحد منهم، في ناس يجوا لعندي يقولوا لي بس حكيمة قالت انه مش لازم ياخذ زنك كل يوم. اسمحي لي لك انه حكيمك غلطاني. ليش؟ عشان بكل literature I try to find out one thing انه ضد، طول ما عم تاخدي اقل من 40 ملغرام اذا daily you're fine، لازم يكون اقل من 40 اذا كل يوم. ولكن الا العلاج غير البريفنشن. بريفنشن يعني اما تمنع الكورونا تقوي مناعة بدك اقل من 40. ولكن إذا عندك كورونا بدي فصل اثنيناتهم عشان نفس الشيء بالنسبة للحرارة أو لغير إذا واحد مريض بالشيء، أما بيكون عم ياخد دواء افتراضا للضغط، هو إيه مزبوط هيدا دواء ضغط ودواء كتير منيحة بس الدوس بيكون لو. نفس الشيء بالنسبة للإيميون سيستم، بالنسبة للبريفنشن بروفيلاكسيس غير إنه التريتمنت العلاج، يعني قبل الكورونا وبعد هلأ صار عندي كورونا حفرقهم بين اثنيناتهم. مثل ما قلنا الزنك واحد من العلاج، وللبريفنشن أقل من 50 ميليغرام، وللعلاج بدك 50 ميليغرام. إذا هيدي أول كورونا، إذا صرت بمرحلة مش شوية إنه حتفوت على المستشفى إنه صعبة بدك تاخد حتى أكتر. أوكي. ف
في شغلة تانية بالنسبة للميلاتونين. أوكي. ميلاتونين 6 ميلي جرام. ميلاتونين هذا تبع النوم. إيه. بيّنوا إنه عندهم some antiviral effect. هلأ كل هول اللي حأحكي عنهم أما بيساعد المناعة يا بيساعد المناعة through إنه الانتيفيرال effect أو بيساعد إنه through the inflammatory process يعني أمراض بيصير في inflammations أما يعني شو بتقولوها التهابات التهابات يا بالالتهابات أو بتقوي المناعة. فيتامين دي لقوا كتير عالم عن جد اللي عنده deficiency بفيتامين دي أكبر سبب يصير very worse كمان بالكورونا عشان ال worsens upper respiratory tract infection يعني التهابات بالفوق باللونجز بالرواية إذا كان عندك دي بيصير worse. فلقوا دي إنه كمان بحاجة لألف لثلاثة آلاف من ألف لثلاثة آلاف ولكن للعلاج 4000 بدك. أوكي. بس تصير عندك كورونا بدك 4000. معلش دكتورة. إيه. معلش دكتورة فيتامين دي. إيه. إحنا عايشين في كندا يعني فيتامين دي لو تركزين عليه شوية. قديش أوكي. قديش بيجيك ناس عندهم ديفيشنسي بالفيتامين دي؟ عن جد. دكتور أول يعني ما لقيت إنسان بأطوة إن كان شو ما كون عربي ولا غير عربي كلهم عندهم deficiency مش بس المحجبات يعني محجبة ولا لا everybody has deficiency عشان ما في enough ما في شمس ونفس الوقت بس طبعا الديفيشنسي لكل واحد غير إذا واحد فعلا كتير وات الفيتامين دي أنا نصيحة بدي أقول إنه اللي عم بيصير حسب من خبرتي هلا بتاخدي 50000 لازم تاخد 50000 حكي إذا قال لك 10000 وات بحاجة 50000 مرة بالأسبوع بس لشو لمدة شهر شهرين ثلاثة حسب قديش وات معك تعمل فحص تاني إذا كانت your level is good ما تبطل الفيتامين دي شو عم بيساوه؟ أوكي هلأ أنت مش بحاجة لفيتامين دي أنت صرت منيح شو بيصير بيوطي الفيتامين دي بيرجع عاود يصير عندك deficiency بس تصير الفيتامين دي منيح معك لازم تاخد كل يوم ألف إلا شهرين ثلاثة اللي بيكون فيه الشمس وهيدا الشهرين ثلاثة إذا ما بتظهر على البارك تكون برا كمان بحاجة إله فالسنة كلها لازم تكون عم تاخد ألف إذا ما عندك deficiency بس إذا واطي معك الفيتامين دي أول شيء بدك تاخد 50000 بالأسبوع لتجيبها إنه تكون منيح بس تصير منيح بتكمل ألف بس نعم عشان إذا الفيتامين دي واطي وخاصة نحن هلأ عم نحكي عن قصة الكورونا غير الكورونا حتى بالكورونا ليك كتير بيصير فيها depression ما بصدق ما بتعرف قديش بيسبب ديبرشن بالإنسان كأديزيز يعني في ناس سخنوا من فلو أو بيكونوا حتى بالمستشفيات 7 أيام 8 أيام ما أثرت معهم مثل الكورونا عشان تحس حالك وحيد بالكورونا طيب دكتورة فيتامين سي برضو هل فيه له إفكت؟ يس بس الفيتامين سي بدي ألفت نظركم إنه في الفيتامين سي it's a water soluble vitamin يعني تاخد فيتامين سي بعد 24 ساعة قبل 24 ساعة تظهر من جسمك في شركة هيدا السيسو بيعملوها بالأستسي في سي اسمها أستسي أستسي it's in the ester form ليش so it sticks to your body and your fat ما بتظهر يعني بعد 24 ساعة فيتامين سي بعده بجسمك إذا تذكرت وقت السارز لما كانوا ناس يوصلوا سارز was very dangerous كمان إنه لما كانوا يمرضوا كانوا نفس الشيء they're on oxygen بالعناية وهيك مرة جربوا فيتامين سي 22 ألف ميليغرام صح اللي شقد شيء فوق إنه benefited
a lot. يعني عاش الزلمة من وراء هالشي. عشان هيك بكورونا لما بيعالجوا الفيتامين، لما بيعالجوا بيعالجوه معه، بيعطوا فيتامين سي، بيعطوا حتى 4000 when you have corona. هيدي إذا you're not بال IV إنه بالمستشفى، بالمستشفى بيعطوا IV، بيعطوا high doses. ولكن إذا you have corona you have to take, you can take up to 4000 بس ك prevention 2000. Okay. It's what you need. في supplements تاني كمان مهمة دكتورة؟ إيه في سيلينيون حكينا عنه، كوركمين وبي كومبلكس حكينا عنه، في واحدة كتير منيحة ألدرباري. ألدرباري كمان إنه عنده أنتي باكتيريال وأنتي فيرال إفكت، يعني ضد البكتيريال والفيروس، وبتساعد كتير بالنسبة للعلاج إنه من الإنفكشن بالرواية. سؤال سريع دكتور، عندكم هدول الشغلات موجودة بالصيدلية لو واحد يجي يطلبهم من عندكم؟ إيه. Do you deliver them if we make an order? Of course, we okay. do. طيب العنوان أنا بدي أحطه احتياطاً اللي بده إياه أو يتصل بالفارماسي ويحكي مع الدكتور عشان يعرف كل هاي الشغلات. في سؤال دكتور؟ قبل ما كمل بأستراليا وببرا، أستراليا وإيطاليا حتى بيزيدوا علي كورسيرين هو النوع من العشبة. كمان إنه it helps بالأنتيفيرال إفكت والأنتي إنفلاميتوري بروسيس. يب. سمعت عنها صراحة دكتور. 250 ميليغرام. يا في سؤال من أخونا فراس بيسأل هل هناك أي سلبيات تنظر لها الدكتورة للقاح؟ مدة صلاحية اللقاح في الجسم حكت الدكتورة تقريبا سنة إلى الآن، طبعا دراسات لسه جارية، بس هل هناك سلبيات للقاح بنظرك؟ أما قصدك إنه غير الفتيق وهو شيء كبير يعني؟ بكل اللقاح انساء الفلو ولا غيرون، واحدة بالمليون very low percent yes بيصير في مثل neurological side effect بس قليل ما بيصير. يعني مثل صراحة أي دواء، في ناس بياخدوا أدوية ما بيستلون شيء، بس إنه very شفت إذا 1% فيها أما side effect by law you have to تحطه down. صحيح. بس حتى الآن عشان بعد short term ما صار الدراسة، هلأ ما حدا بيعرف بعد 5 سنين 10 سنين بعد الكورونا إذا في side effect، بس برضو كدراسات إنه مثل based on other vaccines إنه حيكون نفس الشيء، حيكون واحدة بالمليون إنه إذا في neurological side effects. طيب دكتورة بيسألوا لو نكتب الفيتامينات الأوسط فيها، دكتورة صعب نكتبهم بس سريعا لو تعيديهم. الفيتامين سي 2000 prevention، 4000 treatment. فيتامين دي 1000 لـ 3000 prevention، 4000 treatment. ميلاتونين 6 ميليغرام prevention، 10 ميليغرام أما إذا عم تعطي علاج، لما نحكي علاج علاج الكورونا يعني. والبي بروبوليس هايدي من البي بروبوليس أما والبي كومبلكس زنك less than 40 is a daily بس 50 للعلاج، يعني 50 بس وقت العلاج بس، وحنيجي وقت كمان الأسبرين كتير ضروري وقت العلاج هأحكي ليش. وال فيتامين دي حكينا، والدي والأوراجينو والألدرباري، ألدرباري 15 ml 4 times a day. وعندك medicinal mushrooms هولي إن شاء الله فيكم تسألوني فيهم. في عدة mushrooms هنين كمان بيّنوا كتير منيحة decreases inflammation، وفي selenium كمان 50 ميليغرام، وفي طبعا قالوا هودي ما أكدوا كتير بس شافوا benefits هو الغارليك التوم والليكوريس. الليكوريس عندها كتير استعملوها للكوفيد ما ساعدت، والكوركومين والأكنيشيا، بس أكنيشيا أنه على خفيف. أوكي. Okay. اللي ما لحق يكتب
اللي حكته الدكتورة ممكن يرجع يحضر هذا الفيديو، حيضله على الفيسبوك على كنار تي في لايف، وحيكون بعد ساعة تقريبا على اليوتيوب تبع كنار تي في لايف، ممكن يعمل بوز ويكتبهم الله بعينه. واللي ما بيقدر برضه ممكن يتصل مع الدكتورة وهي تفيده ويقدر يعمل أوردر من الصيدلية أو من أي صيدلية. إحنا مش عم نعمل دعاية بس بدنا صحتكم أهم إشي. دكتورة بالنسبة هذه صفحة الصيدلية وأسماء الفيتامينات على الصفحة، يعطيك العافية يا حنان، شكرا لك، شكرا لك. حطت الصيدلية وإحنا حطينا برضو بالكومنتس حطينا الاسم تبع الصيدلية ورقم الهاتف إذا حابين برضو ترجعوا للدكتورة. وهذا عنوان الصيدلية على الفيسبوك. دكتورة في عندي سؤال الآن عن العلاج. كيف يمكن حماية الجسم من المضاعفات اللي بتصير؟ إنه كعلاج؟ أول شيء إنه بس واحد يصير عنده، كلنا عارفين بس يصير عنده كورونا أول 5 أيام ما بيبين any symptoms، هو الانكيوبيشن تايم. نعم. من day 5 يعني أول يوم من السيمتمز لدي 6 هولي أمراض ما بتشوفوا كتير من اللونج. في ناس بيقولوا أنا إجيني خفيفة it's good، فجأة بتبوا بالمستشفى. صحيح. كورونا أنا بدي عن جد فهمكم شغلة، وأنا I had to even experience that. الكورونا يوم بتحس مش بس الصبح بتحس حالك أنا ما بني شيء، بعد 3 ساعات عم بتموت هيك بتقلب. ايه فبليز ما بدي حدا يفكر، اذا خصوصا اول 6 ايام it's not it's the easy part. اصعب مرحلة هو day 6 to day 14. حاجي اكسبلين انه ليش، بس بدي اخد اول 6 ايام. اول 6 ايام انا اليوم بلشت عرفت انه عندي كورونا أو من السيمتمز عرفت بدون ما قبل ما أعرف البوزيتيف، بلشت أعالج حالي. إذا ما كنت عم تاخد الفيتامينات بدك تبلش فيهم صراحة، بعرف أمراض تلاقي حالك أنا بحياتي ما أخدت هيك أدوية بتحطهم كلهم صفيهم، بس هولي بيقولك جسمك. وحكينا الدوسين كيف تاخدهم، بس اللي بدي بلش احكي انه بدك من day one اذا ما عملت هول الاشياء it's too late، عشان الفيرال لود. في شيء اسمه فيرال لود، اللود فيرال لود معناتها لما بتيجي الفيروس اول شيء نحن كيف بناخد الفيروس، اذا حدا سهل لو انا لبسي ماسك، ناس بيقولوا طيب انا لابس ماسك وهو لابس ماسك كيف صار هالشيء؟ ما اتس اونلي 70% بروتكشن، مش 100%. كان 30% يو غانا جيت ات نو ماتر وات اذا كنتوا كلوز ديستنس. ومرات ممكن بتكون ان السيتويشن مثل بالطياره، طياره يو هاف نو كنترول، خاصه يعني في طيران انه عن جد ما في كنترول، انه يو فيري كلوز مع حدا تاني. طيب. فلما حدا حيوصل او يحكي وانت هالقد قريب له لو لابس ماسك برضه، اذا في شيء حيفوت من هون ذا كانال هون حيعيش ابو 3-4 بين العين للمنخار شيء 3-4 ساعات، من المنخار 3 ايام. ذاتس واي اول شيء بتحس السايد، اول شيء بيجي وجع راس او كونجشن روني نوز قبل ما يبلش من السورترود وتحت باللونجز، والقصة الحرارة day 5 3-5. ولكن أنا ليش عم بركز هون؟ هون you can try to do the best to make the symptoms to be less. كيف يعني حتى symptoms يكون خفيفة؟ بدك تبلش رينزن نيزل سيلين قد ما فيك، بدك congestion trying to get some viral load out. بس the number one thing لو أخذت الفيتامينات كمان بيساعدوك، والرينزين. وحتى أنا حكيت مع دكتور حتى بلندن إنه في نوع من الدكساميثازون آي دروب تحطه عشان إذا كان بعده أوله مش نازل كتير، إنه بتساعد للإنفلاميشن بروسيس. وأهم شيء إنه ما يكون ريأك ناشف،
بس يكون رئتك ناشف. It's easier for the virus to go further down. The process is faster. So تاخد اللوزنجز وفي يعني هو هي ريكومند هالدكتور انه تحط جليسرين بسموه هي لوبريكانت مع ماي يو ميكس ذا 1 تو 1 ريشيو تخلط عشان تو كيپ ات مويست مش لازم يكون ناشف. وقال اكثر شيء كمان لما واحد يكون كونجستد انتبهوا انه دو نوت سوالو يور كونجستشن عشان if you do the virus is going down only that's how كتير بيصير عندهم bad lungs they end up بالمستشفى. okay. واللي أهم كمان من كل هول وهي دراسات بيانات برا وأنا حتى جربت هالشي الإيرفيماكتين. الإيرفيماكتين عن جد it's amazing drug بس للأسف هون بعدها it's not approved لا بكندا ولا بأمريكا. بأمريكا عندك صم أنتي فيرول عملوهن أبروفت بس بعد ما اشتغلوا بالإيرفيماكتين. بس بأستراليا وإيطاليا كتير عم بيعالجوا حتى بيعالجوا اللي بيكونوا عم بيموتوا عم بيشفيهم منهم. الإيرفيماكتين is a very good drug. هو it's an anti-parasitic drug بس كتير فادت. فيني أعطيكم الدوس بس هيدي الشي طبعا بدكم تحكوا مع حكيمكم فيها. أما هو It's 12 milligrams day one or day three. The rule is at the beginning. اللي عم نحكي فيها. بس إنه عن جد من day one إذا أخذتها بقلل الفيرال لود. هيك بيانات. وهول الأشياء اللي عم بقولك إياهم كلهم بقللوا الفيرال لود. ضروري 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 إنه الفيرال لود to reduce it. Because when you The virus replicate faster than your immune system تعمل مناعة because بعد الشيء جديد بجسمك. هلأ اكتريت الدراسات بيانوا that day 10 and up 14 days لي بينوا more immunities للكوفيد. اللي عندهم excellent immune maybe day 6 ببين شيء. ولكن 10 and 14 is the expected time لتبلش الانتيبوديز المناعة. انت عندك هذه الفترة الفيروس is replicating a lot fast. So if you don't control it, هاللي بيصير معك. And no, you end up بالمستشفى. وشغلي تاني بس تبلش بالكوف. From day one, احكي مع حكيمك. تاخد azithromycin prescription for it. ما تقول أنا هيدا it's a cough. I know it's gonna go away. ما في حدا كان عنده كوف. نصهم they end up in the hospital. Yep. Because ما أخدوا azithromycin. Azithromycin كمان غير ال antibacterial effect. عنده أنتي فيرال كمان بتساعد بهالشي. فعشان هيك إنه they recommend it versus another من نفس العائلة بياكسين أو غيرهم من نفس العائلة. فضروري إنه تاخد يعني if you look at all the studies والدراسة والعلاج بقولوا لك time is limited. يعني بدك تبلش time is very very crucial بالكورونا. If you're late you're gonna end up in hospital. From day one, بتحاجة حاسس حالك you have this congestion with the cough. You have to start on azithromycin. حتى feminine are on two antibiotics. Sulfuroxim, حتى بيقولوا كمان dexamethasone, which is a steroid, and no, you need to start on these. في حكمة عن جد إنه أنت بدك تلفت له نظرهم. إنه أنا مالي هيك شيء. Please, do you think I need to be on dexamethasone, azithromycin, cefuroxim, because I'm not doing well, or I'm getting shortness of breath. مش بس إنه, oh, let's say you have to go back to the hospital. No, you can start from early on. صحيح. صحيح. دكتورة, في شوية تعليقات حابب أقرأها لأنها شوية مهمة. برنامج مفيد. تحياتنا للدكتورة لبنى التي تتمتع بذكاء عالي جداً, وهذا واضح. رجاء كتابة الفيتامينات التي رجعوا يسألوا عن الفيتامينات اللي أوصيتي فيها. أنا بدي أطلب منك طلب دكتورة, مش أمر لكنه طلب, عشان عيون الجمهور لو تكتبي ليهم على واتساب أو تحطيهم في التعليقات آخر الفيديو لما ينتهي إن شاء الله. بقول لك ما أهضم هاي الدكتورة, بس لو تعرفون عليها ومن وين هذا البث. هذا البث من كنار تي في, صوت العرب من كندا.
الدكتورة المهضومة اسمها الدكتورة لبنى فواز، موجودة في أوتوا، صيدلانية ممارسة في مدينة أوتوا. زينب بتحكي زيارة الدكتورة لبنى بصراحة مفيدة أكثر من شراء الفيتامينات فقط، لأن الدكتورة بتفيدك أكثر حسب حالتك، وأكيد يعني لما بتشوفوها بالوجه لوجه راح تتعرفوا عليها أكثر. في بقول لك موجودين عندكم بالصيدلية هاي الفيتامينات اللي حكيت عنها؟ إيه موجودين. إذا بتروحوا على الصيدلية، وهي عنوان الصيدلية برضو مرة تانية 2706 Alta Vista Drive، سهل إيجادها. دكتورة لبنى فواز موجودة بكندا أوتوا، صيدليتها ببانك ستريت، يس بانك ستريت وألتا فيستا. شو اسم الدواء اللي قالت عنه في أستراليا وإيطاليا؟ الإيرفي ماكتين، إيرفي ماكتين 12 ميليغرام. وكمان هلأ شو عم بيسوي بأمريكا، في حكم عم يستعملوا يا الإيرفي ماكتين أو يا عم يستعملوا الهيدروكسي كلوروكوين لبريفنشن، ولكن هالشي مش إنه تعملوها بدون ما تحكم على الحكيم، خاصة الهيدروكسي أنا ما بحبه كتير. هيدروكسي كلوروكوين فيها كتير انتراكشنز أصعب القلب، وهذا الشيء ما تعملوها إنه لحالكم، بليز احكم على الحكيم اللي لكم. الإيفرماكتين is much more safer drug بالنسبة لإلي، ما الانتراكشنز فيها والسايد افكت is it's a very safe drug. بس شيء لازم تحكم على الحكيم لإلكم و and take their opinion and see شو بيقولوا لكم. بس هي عن جد فعلا علاج كتير رائع للكورونا، وبرا حتى كتير أنا يعني بأمريكا I recommended it لكتير ناس كتير استفادوا منها للإيرفيماكتين، اللي قادرين يحكوا مع حكامهم لإلهم وقبلوا معهم كتير كتير استفادوا منها. ريم بتحكي إنه بأمريكا نسيت كمان في شغلة طلعت جديدة، هاي كندا أب they're working on it بمونتريال، في مستشفى بمونتريال عم تعمل it's a very new study لكولتشيسين. كولتشيسين yes، إنه طبعا كلنا بنعرف إنه عنده anti-inflammatory effect، فعم بتساعد بالنسبة الكورونا. ليش قلنا من day 6 و day 14 خاصة 7 و day 14 ليش بيصير worse؟ أما بيصير around that time ببلش release of cytokines، نوع من المادة بيسبب جلطات إنه بجمد الدم، فعشان هيك من أول يوم لازم بلش واحد بأسبرين. واللي عنده عوارض بجريه والنساء بدي نبهكم بشغلة، نحن نساء في منهم بياخدوا birth control، إذا كنت مسافر مسافرة وعندك تنقل 13 ساعة طيران وعم تاخدي birth control and اجيتي دغري بلشتي بالسيمتمز، بدك تنتبهي انه at that time وحسيتي جريكي عم يجعوكي فعلا فعلا stop the birth control. You have to stop the birth control because اول شيء كنت عندك 13 ساعة طيران risk for DVT وعندك والbirth control تجلطات في القدم. ونفس الشيء إنه الكورونا بسبب هالشيء، ولازم دايم أول شيء تبلش بالأسبرين، وطبعاً stop your birth control and you let your physician know about that. ونفس الوقت إذا حسيتي كتير عندك وجع، عشان في ناس بيشتكوا من وجع الجرين، وخاصة إذا كنت كتير صعب الكورونا عليك لدرجة في منهم عن جد بيكونوا بتلخت ما بيقدر يقوموا، فكمان هاي ريسك فاكتورز إنه مش عم تحرك جسمك كتير، فلازم بهالطريقة إنه فعلاً انتخدي تعمل البلود ورك اسمه دي دايمر. الدي دايمر بتبين إنه قديش إذا أنت عندك جلطات بيبين هي لازم يكون تحت 400، في إذا صار عندك إياها بالكورونا بيكون فوق الألف إذا كانت يعني خطرة. ليش ضروري إذا في جلطات بالجرين بدك تنتبه احتمال بيكون في جلطات بالرواية
ما هي أكثر شيء اللي بيسبب إذا مش نمونيا هو الجلطات اللي بالرواية اسمها pulmonary embolism. هول الاثنين كتير بيأثر على هي اللي بأكثر شيء بيأثر لما الناس لا سمح إنه بيموتوا بيصير عندهم هاي الأشياء كمان بالنسبة للرينال فيليو وهيك. فحبيت لكم إنه ما تضيعوا وقت من أول يوم لازم تبلشوا بالعلاجات والأسبرين من دون العلاج تبلشوا فيها. أما وما تنسوا اللي عندها بريث كنترول إذا فيها أستروجين لازم دغري توقفه وتحكي مع الحكيم وتابعي إنه بلود ورك أما لا تتأكد إنه الدي دايمر كل شيء منيح خصوصا عنده عوارض. احنا دكتورة جوازنا الوقت ولكن الحديث معك ممتع، في شوية عندنا شغلات مهمة بدي أقرأها سريعا عشان ما نحكي للجمهور انه تركناهم. طبعا الأخت ريم علاني بتحكي اعملوا لايك لصفحة كنار لمشاهدة كل برامجنا، في عندنا 22 برنامج ممكن تشاهدوهم على كنار تي في منهم جمال الصحة واحد، اما في برامج كتيرة اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. دايما منى بتسأل يا ريت تكتبوا اسم الأدوية، الأدوية جميعها ما حنكتبها كتابة لأنه في أدوية لازم تأخذيها عن طريق الطبيب، هذه مش وصفة طبية اللي حكتهم الدكتورة هي الأبحاث اللي عم بتصير، فانتبهوا مش تروح على تلاقيهم خاصة الأماكن اللي فيش فيها وصفات، بعض الدول مثلا بتروح تشتريها من الصيدلي، فانتبهوا ما تأخذوا أدوية بدون استشارة الطبيب. السبليمنتس ممكن تأخذوها وحتكتب لنا إياهم الدكتورة. بسأل عن العنوان في أوتوا حنحطه هلا، ممكن نشتري هاي الأدوية بلا وصفة، أجين بتروح على الصيدلي بقول لك شو الأدوية اللي بوصفة بدون وصفة وببين عندك. أعتقد كل مقاطعة برضو إلها بعض القوانين، معظم الأدوية اللي بدها بريسكريبشن لازم الدكتور يكتبها. هل تنصحي أخذ اللقاح خصوصا لوضع الصحي علي؟ انت تعرفيه بشكل كامل، السؤال الإفادة للجميع. لا لا إله لا. أوكي. زينة دكتورة كمان دواء الكوليشيسين ممكن تحكي عنه شوية، حكت عنه الدكتورة. الكوليشيسين بعده تحت الدراسة للعلاج، أما هي اللي بريفنتس هيد اللي بسموها السيتوكين ستورمز. فالـ really helps فيها so العوارض الكورونا هول اللي بيأثروا بالنسبة للجلطات بيموتوا منهم كتير 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 إنه خففت 44% الموت من كورونا من وراء الكولتشيسين. لما عملوا studies عملوا شيء 2000 it's a big study عملوها بيّنت إنه 21% عفوا 25% خففت الهوسبيتاليزيشن إنه تروح على المستشفى و44% إنه خففت بالنسبة للدست because of the cytokine storms it slows it down والعوارض ما بيكون قاسية كتير. فهيدا الشيء احتمال كبير حكيمكم يمكن يقدر يكتب هالشيء اللي عنده كورونا وعم بيحسب السيمتومز becoming worse then yes I don't see why not because the studies is done by Montreal. طبعا ريم بتسأل دكتورة على أخذت اللقاح كمان by 50% less. سؤال الدكتورة على أخذت اللقاح، الدكتورة بفيز 2 فهي بعد مفروض بعد مارس صحيح؟ ايه بعد مارس حيبلشوا فينا لهون. طبعا هذا طلب من الجمهور، دائما استضيف الدكتورة بتعمروا إذا الدكتورة عندها وقت أنا بتشرف تكون معاي، أنا كتير انبسطت بهذا اللقاء. من مهم أخذ الفيتامينات، نحن 3 أشهر في أوتوا بنأخذ الفيتامينات، نتمنى لكم جميعا الصحة. دكتورة أنا يعني عاجز عن الكلام لكن الحديث معك لا يمل، وصراحة كتير استفدت شخصيا وأتوقع أن الجمهور كتير استفاد. حاب أعطيك الكلمة الأخيرة إذا في عندك أي شيء بتحب تضيفيه أو تحكي. أنا بدي أقول لك شكراً كتير أما إنك you brought me into the show. أنا يعني إلي الشرف ونفس الوقت بالعكس I want to thank you guys تعطوني the opportunity to be able to be there لكلكم. إن شاء الله بتعرف منكم
منكم بعرف ومنكم إن شاء الله بتعرف عليكم، وأنا يعني إلي الشرف. شرفتينا دكتور. أنا مرة تانية باسم كنار تي في صوت العرب من كندا حابب أشكر دكتورة لبنى فواز الصيدلانية التي تعمل في أوتو في الصيدلية الخاصة فيها، اللي هي عنوانها الآن أنا حطه على الموقع على الشاشة سوري، اللي حابب يروح على هاي الصيدلية ويستشير الدكتورة في أي شيء خاصة في السبليمنت اللي حكتهم، أكيد الدكتورة بكون عندها الوقت لإلكو. شكرا للجمهور، شكرا لكل من حضر، كل من عمل شير، كل من عمل لايك وسبسكرايب لقناتنا، ودائما بذكركم انه كل المواضيع تبعتنا موجودة على كنار تي في لايف كلمة واحدة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى تويتر. تابعونا ونراكم على ألف خير، ودوموا بالصحة والعافية يا رب.